رد الدكتور فارس الحجري على تعليق الأستاذ حسن الزنبق في مقطع الفيديو بعنوان عمان ملكية صادقة مطلقة في القرن 21. تعليق الأستاذ حسن الزنبق: يا عزيزي، إن عمان مستعمرة من بريطانيا إلى وقتنا الحالي، شأنا أم لم نشأ؟ الرد على تعليق الأستاذ حسن الزنبق: شكرا سيدي على اهتمامك بتاريخ عمان، أرجو الاطلاع على الرابط التالي وستكتشف أكثر عن تاريخ عمان وحضارتها. wikipedia.org. وباختصار حول التعليق: من أواخر القرن 17 كانت سلطنة عمان إمبراطورية قوية تتنافس مع البرتغال والمملكة المتحدة على النفوذ في الخليج الفارسي والمحيط الهندي. في أوج ذروتها في القرن 19 امتد النفوذ أو السيطرة العمانية عبر مضيق هرمز إلى إيران وباكستان المعاصرة وإلى أقصى الجنوب مثل زنجبار. أكثر من 300 عام كانت العلاقات القائمة بين الإمبراطوريتين العمانية والبريطانية تقوم على المنافع المتبادلة. أدركت المملكة المتحدة أهمية عمان الجغرافية باعتبارها مركزا تجاريا يؤمن مسارات التجارة في الخليج الفارسي والمحيط الهندي ويحمي إمبراطوريتهم في شبه القارة الهندية. أنشأ العمانيون مع مرور الوقت إمبراطورية بحرية طردت لاحقا البرتغاليين من شرق أفريقيا والتي أصبحت مستعمرة عمانية. في عام 1652 تم القبض على زنجبار من البرتغاليين. في وقت لاحق ضغط سيف بن سلطان إمام عمان على الساحل السواحلي. كان هناك حصن رئيسي أمام تقدمه وهو حصن يسوع الذي يضم حامية مستوطنة برتغالية في مومباسا. بعد حصار دام عامين سقط الحصن على سيف بن سلطان في عام 1698 ميلادية. بعد ذلك طرد العمانيون بسهولة البرتغاليين من المناطق الساحلية الأفريقية الأخرى بما في ذلك كيلوا وبيمبا. احتل سيف بن سلطان البحرين عام 1700 ميلادية. أليست هذه الدلائل كافية على الإثبات بقوة الإمبراطورية العمانية؟ وهناك المزيد ولكن اكتفينا بالقليل سلفا. مع حبي وتقديري، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.